أناسي طبعا أنا كم مرة أول شيء إذا مطبخ أحب بس أنسى حاجات ترى أنا تعرفوني مستعد فدائما أشتكي كمان عن حاجات اللي دائما أكذبها كم مرة خلاص أنا كذب أكذب كم مرة وأنا أحاول بقول الحين أخواني أحمد أنا كبير الحين واحد صغير اسمه سلطان شوف سواي والله طلبشني سوا شوف شوف سوا هذا ما يوصل كيلو بس هو علم صغير حتى ده قرني بسنة بس ياخذ سماعتي ف ثلاثة أشياء بقول لكم إياها ليش أنا سحبت عليكم أول شيء أنا كنت بنزل مقاطع كثيرة ليكم بس ما قدرت ليه الجوال كان قافل وشحن كان خربان طفى جوالي وثاني شيء خرب جوالي أول شيء هو صار في الجوال ده خرب بعدين ما قدرت أنزلكم مقطع بعدين ما قدرت أنزلكم مقطع عشان في بنتي خربوا لي شاحن جوال طفى هناك وأنا قادر افتكرت اني من حلقة ايوه بقولكم حاجات لازم اقولكم ياها الحين في المدرسة صارت معايا كنت بقولكم اياها المدرسة هذي كنت بتفقع اولاد كتير مرة كده كده يرفعوا ضغطي انا مرة ما ادري وين انا كنت مرة بفقع كذا حتى كنت رجعت اول يوم في الترم الثاني رحت فكر يعني سامع كل شيء ولا لا اللي ما دفع الرسوم انا نفسي ما ادري كنت ادري كل الاولاد حتى اللي ما دفع الرسوم احنا حتى ما دفعنا الرسوم والاولاد اخذوا الكتب احنا كلنا ما دفعنا الرسوم الا واحد اسمه ماهي أخذ الكتب الأولاد حتى لما دفعوا الرسوم ولا نقطة إحنا دفعنا حق سنة ثانية سنة أولى دفعناهم بس بقيتنا حق سنة ثالث والأولاد يسووا كلاب لا ما أخذ لهم الكتب إحنا لا حطهم بطرايا كتر ما دفعوا وأخذوا الكتب دي واحد اسمه حمزة هاني واحد اسمه غسان مش تاني أنا رجعت البيت كلمت أمي قلت لها أبوك اللي لسه يمدون الكتب هذا قلت لها والله من هذا الفيلم القديم من الحاجات القديمة اللي ما أخذنا في أيام الكتب من هذا الناحية أول شيء ليش أنا أقول لك كذا لأنه هم ما أدون الكتب فكنت أنا لحد ما رجع المدرسة والله كلمة أقول لهم أنتم ما لكم صلاح فيا أنا ما بحب ولا شيء منكم ما بحب ولا شيء ما بحب إلا مع أصحابي الحين أنا أقصد ما راح أحل اللي قبل سنة ما راح أحل اللي أيام كنت غايب أنت لو ما أدري الكتب نحن ما راح نحل الأشياء أوقات اللي ما أدري شنو فيها الكتب نتكلم زي كده وتكلم زي كده لا حد أكلمه لا حد أدري اليوم ليه ما رحت المدرسة مش عارفين عشان غبار الجو اليوم مرة حتى وين قاعد أصور لكم برا لو صورت الشاشة تصير بيضة والله خان شيء كم مرة أنا حاولت كده أصور من مقاطع الله يحفظ هذول الاثنين الله يحفظ الله يرحم أمي يرحم جدتي الله يرحم مو جدتي الله يرحم جدتي الله يرحم عمي الله يرحم كل اللي شفته ايش كنت بقول لكم انا طلع رسولي حاجات كده تحت في الكومنت كيف مثلا انا بصور حاجة ايوه بصور حاجة بس
والله كان مثلا مقطع وبقص النص، ما بقص الباقي. كيف اركب مقاطع من زمان سويت اول زي بقول انا بس انا دول يضح شايفة والله كلامي باين عندكم شايفين انتو هذي القشرة خوي صغير ده ما يقصر فيه والله سوون ياهم بقوة من جد هيا قدر انها خفيفة تكتب اقولكم على حاجة صراحة كم عمري المقطع جاي اقول لكم هذا عمره 10 هذا عمره هذا اكبر مني هذا انا اكبر مني 3 سنوات فانتوا قولوا لي انا كنت بحب احسن عمري 9 هذا عمره 10 اكبر مني بسنة واحدة شوف اخر مغامرات انت بتاكل اكتب لي تحت وداعا يا اسطورة الاسطورة تبقى اسطورة انه انت بتاكل لم يقصر سوى مرتين وانا اريد ان اقول له وداعا يا اسطورة حتى انت بتاكل ما تكسر الا مع بروكلي بروكلي زنر مع رومانتين يعني براني مين معايا احب اندرتيكر اكتب لي تحت في التعليقات تكتب لي تعاو والله تعود دايما بسوالي ومرة تعود مرة اخيرا مبينة اخيرا ايوه حبيت قولي هذيك بس انا نساي مرة نساي مرة جاي ان شاء الله يا ده مغبر يا كان يقطع بلوك 7 دقايق ليه ما شفت واحد يصور زي كده الكلام شوفوا بعد بروح احاول اعاني كيف يسوي مش هيسوي تمام تعال اقولك حاجه يلا بدي لك ابره تبغى ابره كذاب عوزني هذه تعور قلم قلم ايش اول تدري ان هو اللي زعلان مني وخرفصني زي كذا هذا كله عشان يبغى طياره ويحس قلم انه فجاه ما ادري ليه خضيته وطاح مني بالغلط في الارض وسوب كذا انفجر اهم شيء انا قلت بقول لك ترى انت انا شايفك مرة اقدر اشوفك يا حبيبي يا حبيبي انا مرة اقدر يا الله انا مرة طفلان بيبي 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 ترى انا ايش كنت اقول لكم اني مرة احبكم شوفوا لي نص لهذا القلب عشان يكتمل علموني علموني من يعتقد حاجات ترى أبغاكم تعلموني حاجات كثيرة جد أقدر أسويها في اليوتيوب اللي عندي قناة زي كذا إيش تسويني علمني أنا مرة ما أعرف لسه مبتدئ أنا ما نزلت 3 مقاطع هذا مقطع تشالنج إيش هو ده صار في اليوتيوب عشان اني اشوف اخوي كيف حالك
هو أفضل من نفسنا فاضحة فاضحة بشيء لا شو سويت كذا على وجهي كيف خليته هذا اللي شايف هذا السين مخلوع وهذا بديني شحنة خربان كان معاكم يوسف ما قلنا ما صورتك شوف انا قعدت اخليه على وجهي فسويت زي كذا شوف كترت ولا ايش؟ ايش؟ الاكل شوف هيموتوا سمك مكتر اكل مرة وال شوف قديش وال ايش العادي صار يموت يموتوا ياكلوا ترى كثير ما يفهموا ترى سمك ياكلوا كثير يمكن بطنهم تنتفخ ويموتوا الزبال ترى ينظفهم بعدين يسوي لهم جروح زبال اسمه زبال سمعت قبل شوي تقول زبايل كان معكم يوسف لا لا تنسى تحط لي لايك اذا عجبك الفيديو واذا ما عجبك حط لي ديسلايك وين تحطوا لي كومنت ها؟ الا انا قلت لهم قناتي دخلك فيها الا اللي حطولي لا تحطوا كومنت الا حطولي على كل ديزلايك كل حلقات ديزلايك لا والله قفل القناه ترى والله قفل القناه يمديني حتى اصور قناتي ما يهمني الله يبارك يا هبل اها هذا يبارك انا معي الفور هو عاي بدي انا منك عادي طبعا اتكلمت وقلت لهم انك انت اكبر مني ادري انه ذاك اطول من بلوك حق عادة شيء هو بس يقعد 10 دقائق بس زي كذا مو انا 13 دقيقة خاصة دحين انهي الحلقة بسرعة كان معاكم جوش لا حط لي لايك على اي وقت فيديو وما عجبك حط لي دايلايك سوي على وين في التعليقات حاجات في اليوتيوب كذا كثير انتوا عارفينها زي مثلا لما اقص نص كيف اقص في النص مثلا انا صورت فيديو ابغى اقص النص حلوه دي سيبه بقص يعني ما بقص البدايه ولا النهايه بخلي المقطع كامل بس بقص اللي في النص زي كذا هذا كله مثلا مقطع بقص هنا في النص ما بقص هذولي كده كان معاكم يوسف من قناتي شوفوا فيه زر احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشترك تضغط عليه يصير ابيض خلاص سوي لي ذا الشيء كان معاكم يوسف انا وريوس سمك روح انهي الحلقة انهي الحلقة هذا الاكل اللي حط لي اياه حط لي سمك خالص